السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة مجد فراغرانس لمراجعة وتقييم العطور. اليوم أنا سعيد جدا ببلوغنا 1000 مشترك، وهذا بسببكم، بسبب دعمكم الدائم لي. وبهذه المناسبة قررت أني أعمل لكم فيديو مميز وحصري موجه لكم. الفيديو هذا راح يعطيكم جل النصائح الأساسية والنقاط الأساسية اللي أنكم لازم تعرفونها قبل اقتناء أي عطر. بدون إطالة عليكم أحبائي، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا. يعتبر العطر شيء شخصي، لذا يجب أن تكون رائحة توقيعك عطرا تحبه وأيضا يعكس شخصيتك. ولهذا فمن المنطقي أن نجد أن كل واحد يستعمل عطر محدد أو رائحة مختلفة عن الآخر. مدينة العطور هي مدينة غراس البحرية، الواقعة في مقاطعة بروفانس جنوب فرنسا، وتبعد عن العاصمة باريس حوالي 677 كيلومترا جنوبا. وهي ليست مدينة العطور فحسب، بل يطلق عليها البعض لقب عاصمة العطور في العالم، حيث تمتد فيها الأراضي المزروعة بالأزهار والورود الشهيرة التي تستخدم في صناعة العطور الفرنسية، منها زهرة الأفندر والياسمين. تقطف الأزهار فقط، بل أحيانا الأوراق إلى جانبها، ثم تنقل هذه الخليط إلى مصانع المدينة لاستخلاص الزيوت العطرية منها. فهذه الأنواع من الزهور تطلق عابرا جيدا وهائلا. يوجد هناك نوعين من العطور. هناك عطور التي تستخلص من نوتات طبيعية، وأيضا هناك عطور التي تصنع من مواد كيميائية، وأيضا في هناك عطور تعتبر مزيج بين المواد الطبيعية والمواد الكيميائية. أيضا يتم استخلاص الزيوت العطرية الطبيعية عن طريق بعض التقنيات مثل تقنية التقطير، حيث يستخلص الزيت العطري ويستعمل فيما بعد في العطور. من بين العطور الطبيعية المشهورة التي مصنوعة من مواد طبيعية، عطر أنجاردان سورلونيل من دار هيرمس. أغلب مكونات عطر أنجاردان سورلونيل هي مكونات طبيعية. يوجد أيضا بعض العطور المصنوعة من نوتات اصطناعية، مثل أغلب العطور الجورموند والعطور اللذيذة. نعطيكم مثال في عطر حكيت عليها أنا كثير، عطر جورموند، هو عطر سكاندال بور أوم. عطر سكاندال بور أوم يحتوي على نوتات جورموند مثل نوتة الكراميل ونوتات حلوة، يستحيل عليهم أنهم يقطرونها، ولهذا يستعملون نوتات اصطناعية. توجد أيضا نوتة اصطناعية تم اختراعها في القديم تسمى بنوتة إيزو أو سوبر. هذه النوتة الاصطناعية يستعملها العطارين لما يريدون يحصلون عطر تحتوي رائحة على الأخشاب مع المسك وأيضا الباتشولي. في الكثير من العطور الحديثة التي يستعملون الإيزو أو سوبر هذه النوتة الاصطناعية، من بين أشهر هذه العطور عطر موليكول وان من إيسونتريك. وأيضا قبل اختياركم لأي عطر يجب أن تعلموا أن هناك الكثير من التركيزات العطرية، مثلا الأوفرش هنا يكون تركيز الزيت العطري في القارورة أقل من 3%، وبعده الأودو كولونيا هنا يكون تركيز الزيت العطري يتراوح بين 3 إلى 8%، وعندنا أيضا الأودو تواليت بحيث هنا يتراوح تركيز الزيت العطري من 5 إلى 15%، وبعده الأودو بارفوم من 15 إلى 20%، وأخيرا البارفوم أو الإكستريد بارفان من 20 إلى 30%. القاعدة تقول هنا أنه كل ما زاد الزيت العطري في العبوة كل ما زاد ثبات وأداء العطر، سواء من ناحية الثبات أو الفواحان، ولكن هذه القاعدة كسرت من الكثير من الشركات في الوقت الحالي. نعطيكم مثال عطر كلاب دومي أنتنس من أرماف. أنا حصلت النسخة الأولى، هذه النسخة التي اشتريتها كانت أودو تواليت. راح نخلي لكم رابط الوصف للفيديو حول مراجعة تامة من الانبوكسينج إلى وصف الرائحة في صندوق الوصف. كما قلت لكم عطر كلاب دوني أنتنس من أرماف يأتي بتركيز الأودو تواليت، ولكن أداؤه جبار، بقي معي لأيام في الملابس.
وأيضا من ناحية الفواحان كان يبقى معي حوالي أكثر من 12 ساعة طيل مدة العمل، وكان يحضر لي الكثير من الإطراءات بعد هذه المدة الطويلة. إذا ننصحكم أنكم لما تكونوا في فصل الصيف أو الربيع يمكن لكم استعمال عطور الأودو تواليت أو أقل تركيز، أما في فصل الخريف والشتاء هنا تحتاج نوتات قوية، نوتات تكون أكثر حدة، يمكن لكم أخذ تركيز البرفيوم أو الأودو برفيوم. أيضا العطور تحتوي على الكثير من العائلات العطرية مثل عطور الأخشاب وعطور الجلود وعطور الأزهار والتشبر والشرقية والحمضية، راح نتدرج معكم ببعض التفاصيل. عطور الأخشاب هي عبارة عن عطور يتكون قلبها في معظم مكوناته من روائح الأخشاب الفخمة والدافئة والفاخرة، وتزداد كثافة رائحة أخشاب في تركيبة قاعدة العطر، وغالبا ما تكون هذه الأخشاب مثل خشب الصندل وخشب الأرز والباتشولي وأيضا نجيل الهند. أما عائلة الجلود فهذه المجموعة العطرية تستخدم روائح الجلود بكثافة لإضفاء طابع حاد للعطر. عادة من نلاحظ رائحة الجلود في هذه العائلة بكثافة في قلب وخاتمة العطور، وفي حالات خاصة في مقدمة العطر. عندنا أيضا مجموعة عطور شيبر، هذه العطور تتميز بحدة رائحتها والتي تتكون في الأساس من الفواكه مع الموالح والأزهار وأحيانا الأعشاب العطرية. أما مجموعة عطور الأزهار أو الفلورال تظهر في هذه العائلة العطرية روائح من الزهور بكثافة في قلب العطر ومقدمته، أيضا في سلسلة هرمونية وانسجام رائع بين الفواكه والموالح والأعشاب العطرية. بعد الورود الموجودة في العطور مثل الورد والياسمين والزنابق والفوانيا وزهور السوسن، وتعتبر عطور الأزهار من أكثر العائلات شعبية وأكبرها وقدم عائلة الحمضيات. أما مجموعة عطور الحمضيات فهذه العائلة هي من أقدم العائلات العطرية في عالم العطور مثل مجموعة عطور الأزهار، وتظهر فيها روائح مثل الليمون والبيرجموت والجريب فروت والبرتقال واليوسفية، وتكون هذه الحمضيات الأكثر وضوحا في معالم العطر وتتركز بكثافة في مقدمة وقلب العطر. ومجموعة العطور الشرقية أو الأوريونتال تمتاز هذه العائلة العطرية الفريدة برائحتها اللي تكون فيها نقطة العنبر المهيمنة على قلب وقاعدة العطر مع تركيبة من الأخشاب العطرية والتوابل والأزهار. في هذه الروائح الأوريونتال أو الشرقية نجد أيضا روائح كثيفة من العود اللي تميز العطور العربية والشرقية. إذن بعدما كل ما عرفنا هذه المعلومات خليني نحكي لكم على كيفية اختياركم للعطر. كما قلت لكم سابقا العطر يعبر عن شخصية الإنسان، وأيضا يجب اختيار العطر المناسب في الفصل المناسب. لما تروح المحل لشراء العطور يجب عليك أولا أن تقوم برش العطر ولا تختاره مباشرة. لماذا؟ سوف أقول لك لماذا. لما ترش العطر في يدك لا يجب أن تخرج مباشرة إلى الهواء الطلق وتتمشى وتعطي الوقت الكافي لكي يتطاير العطر، لأن العطر في عطور خطية وفي عطور هرمية. في العطور الهرمية الطبقة الأولى من العطر تكون عبارة عن افتتاح، والخدعة حاليا في أغلب عطور الديزاينر يعملون افتتاحية جميلة، لما تشم الافتتاحية مباشرة تقتني العطر. ولكن نعم الافتتاح هو شيء مهم، ولكن الشيء الأساسي في العطر هو القلب والقاعدة. إذا كان الافتتاح جميل وأداء العطر ليس جيد، مثلا يدوم معك مدة ساعة واحدة ثم يختفي، إذن لا فائدة من هذا العطر. أولويات الأساسيات التي يجب أن تكون في العطر هي جمالية الرائحة والأداء سواء من حيث الثبات أو الفواحان. في نقطة أساسية ثانية، لما تشم العطر أو تريد أن تختار بين مجموعة من العطور راح تختلط عليك الرائحة، وأيضا الجيوب الأنفية راح تتشبع من قوة العطر. إذن لكي لا يتم لك تشبع الجيوب الأنفية من العطر يمكن لك أن تقتني بعض القهوة اللي تكون سواء مرحية أو حب، ولكن من الأحسن أنها تكون مرحية. لما تشم أي عطر مباشرة شم رائحة القهوة وشم العطر الثاني. هنا لما تشم رائحة القهوة كأنك عملت ستوب أو ريستارت لإعادة الشم بالنسبة لأنفك، وهذه هي الطريقة الحسنى.
بالنسبة لأماكن وضع العطر، توجد أماكن محددة لما توضع فيها العطر راح يكون عندها يعني تفاعل مميز جدا مع الجسم، ويكون عندها أيضا أداء ممتاز. هذه النقاط هي في المعصمين وأيضا أمام الرقبة وخلف الرقبة. توجد بعض النقاط الثانوية مثل المرفق، وهي أيضا لكي يكون يدوم عطرك أطول فترة ممكنة، من الأحسن أنك تستعمل العطر فوق الملابس، وأيضا من الأحسن أنها تكون ملابس من نوع قطني. إذن لما تستعمل هذا العطر في ملابس من نوع قطني راح يدوم معك العطر لأطول فترة ممكنة. أيضا هناك اختلاف في العطور. قلت لكم سابقا أنه توجد فيها عطور خطية وعطور هرمية. نعم، العطور الخطية هي أنك لما ترش العطر راح تشم نفس نوتات العطر، كمثال مثل عطر ديور سافاج. عطر ديور سافاج نسخة الأوتو تواليت تقريبا من الافتتاح إلى نهاية العطر راح تشم نفس العطر. أما بالنسبة للعطور الهرمية راح تختلف معك منذ الافتتاح، لما تمر 10 دقائق أو ربع ساعة راح تشم رائحة ثانية، يعني تتبدل نوعا ما، ولما تلحق أكثر من ساعتين راح تتبدل هذه العطر وتتطاير النوتات العليا بحيث تبقى إلا النوتات أو النوتات القاعدية للعطر. نستخلص من هذا كله أن العطر يعتبر توقيع وبصمة شخصية لأي إنسان، لهذا وجب عليكم أحبائي اختيار العطر المناسب في المكان المناسب. نتمنى أن تكون أعجبتكم حلقة اليوم. إذا أعجبتكم من فضلكم خلونا لايك لكي نخلي الفيديو هذا وهذه التوصيات توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. وأيضا بالنسبة لوافدين الجدد، مرحبا بكم أصدقائي، هذه قناتكم، اشتركوا، فعلوا الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إذا تحبون هذا النوع من المحتوى راح نتفرع فيه أكثر، وهذا إذا قلتوا لي في الكومنت، إذا أنتم راضين على هذا المحتوى قولوا لي في الكومنت، راح نعمل لكم الكثير من التفاصيل حول كيف أنك تختار العطر الصيفي أو العطر الربيعي، أو كم يجب أن يكون عندك عطر في مجموعتك، الكثير من المواضيع.